يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الضابط في رفع الأيدي بالدعاء، فمتى نرفعها ومتى لا نرفعها؟ المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه لا نرفع أيدينا، وما عدا ذلك فإن الأصل في الدعاء رفع اليدين لأنه من أسباب الإجابة. لكن المواطن التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها لا نرفع يدينا. نعم.